السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. تزوجت صديق والدها وتسببت في وفاة زوج شقيقتها. هنعرف تفاصيل وأسرار كتير جدا ومعلومات لأول مرة هنعرفها عن الفنانة الجميلة ليلى فوزي، ملكة جمال مصر أو كما يطلق عليها جميلة الجميلات. ولدت ليلى فوزي في تركيا لأب مصري وأم تركية، وعارض والدها على بدايتها في عملها في الفن، حتى أقنعه أصدقائه إنها تشارك في أول فيلم ليها وهو مصنع الزوجات، كان في 1941. والفنانة ليلى فوزي تعلقت بالفن منذ صغرها، وتنبأت لها جدتها إنها ستصبح نجمة ساطعة. وتزوجت الفنانة ليلى فوزي 3 مرات. المرة الأولى كانت من المطرب عزيز عثمان، والمرة الثانية كان من أنور وجدي، أما الثالثة فكان من الإذاعي جلال معوض. ولم تنجب من زيجتها الثلاثة أي أبناء، ووالدها رفض زواجها من أنور وجدي لأنه ممثل، وفضل والدها زواجها من صديقه المغني عزيز عثمان اللي كان بيكبرها ب30 عام، خوفا على ابنته من معجبات انور الكثيرين. صرحت في حوار ليها ان عزيز كان صديق قديم لوالدها وكان بيزورهم بشكل شبه يومي ويلعب معانا كمان، وقالت اني كنت انا واخواتي بنعتبر عمه عزيز زي والدنا وبنتعامل معاه على الاساس ده. لم يكن يخطر ببالي ان انكل عزيز يخطط للزواج مني. وبعد ان خطت اول خطوة كممثلة في مدرسة قاسم وجدي لإعداد الوجوه الشابة، أعجب بها مدير المدرسة وقرر أن يشركها في فيلم سينمائي جديد، ولكن زوج شقيقتها وقف له بالمرصاد. وكانت شقيقتها متزوجة من أحد كبار رجال الأعمال والأثرياء المحافظين اللي كان بيعتبر العمل في السينما عيب وعار وفضيحة كمان. ولم يستسلم مدير المدرسة بالهزيمة، فقصد منزل زوج شقيقتها ليقنعه بمشاركتها في الفن وعمل الفيلم السينمائي الجديد. ولكن زوج شقيقتها أهانه، وكيف رجيسير سينمائي أن يدخل إلى منزله وأصيب الرجل بانفعال شديد. وقع يمين الطلاق على زوجته شقيقة ليلى، ثم لم يتحمل الصدمة التي خلفها له الطلاق لأنه كان مسنا وسقط مصابا بالشلل، ثم مات لتشعر ليلى بالذنب تجاه شقيقتها وطليقها. اختيرت لقب ملكة جمال مصر عام 1940، وتم طلاقها من عزيز عثمان من أجل عيون وجدي، وتزوجوا في باريس. ولكن بعد عدة أشهر من زواجها اشتد المرض على أنور وجدي وسافر إلى السويد للعلاج، ورحل أنور وجدي بعد 4 شهور فقط من زفافها بعد شهر عسل خيالي بين القاهرة والسويد. وعادت ليلى مع نعش أنور وجدي وحزنت عليه وابتعدت عن السينما عدة سنوات. خليك معايا أنا أول مرة أحب بجد بكلمات دي، ودعت الفنانة ليلى فوزي الفنان أنور وجدي. بعد وفاة أنور وجدي عاشت ليلى 3 سنوات حزنا وترفض العمل والمشاركة في أي عمل فني. تزوجت في 23 يناير 1960 من الإذاعي الشهير جلال معوض، الذي ألقى بيان ثورة يوليو 1952، ثم اشتهر بعد ذلك بتقديم الحفلات الغنائية لأم كلثوم والحفلات الربيع لعبد الحليم حافظ،
وفريد الأطرش. قدمت ليلى قصة حبها في فيلم طريق الدموع عام 1961، وجسد شخصية أنور وجدي النجم كمال الشناوي، ولعبت صباح دور ليلى مراد، وظهرت ليلى فوزي بشخصيتها الحقيقية. مع عن وفاة ليلى فوزي فرحلت في هدوء. رحلت جميلة الجميلات في 12 يناير 2005 بعد أن أثرت الفن بحوالي 85 فيلم سينمائي و40 مسلسل تلفزيوني.